فرص جديدة لإسرائيل في معركتها على الوعي التي تقودها في لبنان ولا سيما في وجه حزب الله. عنوان تقرير مفصل لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي تحدث عن معركة على الوعي بين إسرائيل وحزب الله وأهميتها الكبرى في المواجهة بين الجانبين في موازاة المواجهة العسكرية. الأزمة الاقتصادية والمعيشية فرصة هائلة لإسرائيل للتأثير على اللبنانيين ضمن المعركة على الوعي التي تتعاظم وتهدف إلى إضعاف حزب الله وكبح نشاطه ضدها. الفصل الحالي من المعركة بحسب التقرير هو المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، الانهيار الاقتصادي والأزمة السياسية في لبنان ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت خلق فرصة لإسرائيل لإقناع اللبنانيين بخيار الحوار السياسي والاقتصادي لحل الخلافات بدلا من الخيار العسكري. في الحرب على الوعي تحاول إسرائيل إقناع اللبنانيين بأن حزب الله هو المتهم الأساسي في منع الدعم الدولي للبنان ومنع تأليف حكومة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. كما تحاول إسرائيل تخويف اللبنانيين من أماكن تخزين حزب الله أسلحته. ادعاءات نتنياهو المتكررة حول وجود مصانع صواريخ لحزب الله في أماكن سكنية هي أحد فصول هذا التخويف. إلا أن نجاح الجهود الإسرائيلية حيال اللبنانيين جزئي نظرا لصعوبة التأثير في الجمهور المؤيد لحزب الله. على الساحة الدولية تحاول إسرائيل مواصلة جهودها في التشديد على أن حزب الله منظمة إرهابية دولية تمثل خطرا على دول العالم وتزعزع الاستقرار الإقليمي. بحسب الدراسة أيضا يخصص حزب الله مكانا واسعا لحرب الوعي ضد إسرائيل. خطابات السيد نصر الله المتتالية تمثل قناة مركزية في هذه المعركة وتحظى بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هدفها زرع الخوف في أوساط الجمهور الإسرائيلي. وتطرقت الدراسة إلى تهديدات السيد نصر الله الأخيرة بالرد على استشهاد أحد عناصره في سوريا كجزء من معادلة ردع موسعة يحاول تثبيتها تجبر الجيش الإسرائيلي على البقاء في حالة استعداد مستمرة ولفترة طويلة على الحدود مع لبنان.